السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركين ومتابعي ومشاهدي قناة فؤاد زي انجليش. معاكم أحمد فؤاد، مؤسس قناة فؤاد زي انجليش. أولا أنا عامل الفيديو ده بس عشان أعرفكم ماهية القناة وإيه المحتوى اللي احنا هنقدمه. قبل ما أبدأ بس كلامي، أنا حابب إن أنا أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، ويا رب ربنا يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وعلى الأمة الإسلامية أجمع يا رب العالمين. بصراحة قبل ما نفكر نعمل القناة ترددنا كتير علشان خاطر المحتوى، لكن الحمد لله ربنا هدانا وتوصلنا إن احنا نعمل محتوى هادف كويس خاص بتعليم اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله مش هيستكفي بتعليم اللغة الإنجليزية فقط، بل أوعدكم إن شاء الله في كورسات تانية مختلفة تماما وهتفيدنا جدا جدا في حياتنا. أنا هدفي من القناة، من إنشاء القناة، إن احنا نتعلم وإن أنا أنقل خبراتي وخبرات الغير للشباب الصغيرين اللي موجودين في الوقت الحالي. ده بالنسبة لمحتوى القناة. طيب بالنسبة للكورسات اللي موجودة حاليا، احنا قدمنا حاليا two courses. أول كورس عندنا اللي هو سلسلة تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. الكورس الثاني قواعد اللغة الإنجليزية، احنا عملنا مرجع كده وإن شاء الله احنا فيها تحديث باستمرار، يعني احنا هنزود المكتبة دي باستمرار إن شاء الله. طيب هل في كورسات تانية هنعملها مختلفة عن اللغة الإنجليزية؟ أيوة، في كورسات تانية مختلفة، بس خلوها مفاجأة ليكو، أنا متأكد إن شاء الله هتعجبكو. طيب أنا هدفي كصاحب قناة إن أنا أنشر العلم وأنشر الخبرات بتاعتي وخبرات غيري على القناة دي، بحيث إن الجميع يستفاد منها، ويعني بحيث إن احنا نقدر إن احنا نكون شباب واعي وعنده ثقافة وإدراك كبير جدا من خلال القنوات الهادفة دي، سواء القناة بتاعتي أو قنوات غيرها. يعني نتمنى للجميع التوفيق، نحن وإياكم إن شاء الله. طيب الهدف بقى ليكوا أنتوا، يعني إيه هدفكم من القناة، من دخول القناة؟ أنا عايز يبقى هدفكم من دخول القناة إن أنتوا تتعلموا وإن أنتوا تستفادوا منها بأقصى استفادة، سواء في القناة دي أو في قنوات أخرى. أنا عايز أهم حاجة إن أنت تستفيد، ما تخرجش إلا وأنت مستفيد شيء معين ومعلومة جديدة بالنسبة لك. واكيد ان شاء الله ان احنا هنا القناه هتضيف لكم جديد باذن الله تعالى. كل اللي عليك ان انت خلال الكورسات دي علشان بس تتعلم، مش تتابع وخلاص وان انت تتفرج، لا، انا عايزك تمسك ورقه وقلم وان انت فعلا يبقى بجد عندك الرغبه ان انت تتعلم، لان اهم حاجه التعليم يا شباب. يعني الله عز وجل حثنا على التعليم، والرسول عليه الصلاه والسلام في سنته برضه حثنا على التعليم، فاهم حاجه ان احنا نتعلم، واهم حاجه مش بس ان احنا نتعلم، لا، ده احنا نتعلم ونعلم غيرنا، لان العلم ده ربنا هيسألنا عليه يوم القيامة. فدي رسالتي وده هدفي من القناة، وإن شاء الله اللي جاي أحسن بمشيئة الله، والكورسات اللي جاية هتكون أحسن وأقوى بمشيئة الله وهتعجبكم. وأتمنى أشوفكم على خير، وكل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.